أول يوم مدرسة. تجهيزاتنا للمدرسة بلشت من المعاهد المدرسية اللي أعطتنا إياها الكلية العلمية الإسلامية، فلازم نبين جهدنا الحقيقي، لازم نبين تعبنا الحقيقي. طبعا هاي السنة رح تكون تجهيزاتها غير عن باقي السنين، عشان هي آخر سنة إلنا في المدرسة، رح تكون هي بداية لإشي كتير جديد يعني، والمعلمات لهم دور كتير كبير معنا عشان هم الأساس في تحضيرنا للتوجيهي. شعورنا لليوم متحمسين لأنها بداية النهاية وآخر سنة إلنا بالمدرسة، آخر سنة دراسية كاملة يعني. تجهيزاتنا للعام بلشنا معاهد مع المدرسة ودراسة بس شهر ورجعنا عطلنا ودرسنا اللي أخذناه، وهلأ بدنا نبلش من أول وجديد. إن شاء الله تكون سنة سهلة، المعلمات عم بيساعدونا. نرحب بجميع الطالبات بأول يوم دراسي. أول يوم دراسي للمدرسة بعني الكثير، لأنه بداية قوية تعني سنة قوية. عملنا خطط حتى نستقبل الطالب الجديد، حتى نستقبل الطالب الصغير، وحتى نستقبل طالب الثانوية العامة. صحيت الصبح، جهزت واعيي، وشعور حلو اني اشوف صحباتي بعد ما تركتهم لفتره طويله. استعدادي كان انه نصحى الصبح بكير، جهزت اواعي ولبستهم وجهزت شنطه حتى اخذها اول يوم، وسألت لمعلماتي كثير وصحباتي. كل عام وانتم بخير. اليوم كان اول يوم دوام مدرسي، واحنا كثير مبسوطين بتنظيم المدرسه وتنسيقها، وكل عام وانتم بخير. بنركز على النواحي الاسلاميه، وهي انشاء جيل واعي متمسك بدينه وبحضارته، قيادي. طبعا بنركز على حفظ القران الكريم على مراحل واجزاء، والحمد لله رب العالمين توفقنا بهذا العام بالفوز بالمسابقات الجمعيه وبمسابقات الوزاره، والحمد لله رب العالمين بتقدم. إن شاء الله رح تكون رسالتنا ثابتة على منهج إسلامي بترفع اسم الكلية واسم المملكة. بندخل الطلاب بالأنشطة الرياضية من خلال تدريبهم بعد الدوام. عنا أيام تدريب 2 و4، بنتأخر بعد الدوام مندربهم وبعدها بنشارك في البطولات المديرية والوزارة.